هاد الوقفه الاحتجاج ديالنا في اطار التنسيق النقابي الخماسي. هاد الوقفه جات على ود التعويضات الخاصه بالاشغال الشاقه والملوثه، وكنطلبوا المسؤولين من هذا المنبر انهم يصرفوا التعويضات لجميع الموظفين اللي كيعرفوا وضعيه كارثيه ماديه كارثيه. لهذا كنطلبوهم يصرفوا هاد التعويضات ان شاء الله قبل العيد. وباب الحوار ديالنا ديما مفتوح، ديما ما كنسدوش حنا باب الحوار. هاد الوقفه تجي تنفيذا للبرنامج النضالي اللي سطروه الاخوان في التنسيق النقابي الخماسي اللي متضمن في البيان ديال 24 يونيو 2022. طبيعة الحال تجي هاد المحطه من بعد واحد مجموعه ديال سلسله من اللقاءات اللي عقدناها مع السيده رئيسه المجلس، يعني منذ يعني الانتخاب ديالها على راس الجامعه ديال مدينه الرباط. طبيعة الحال كانوا جميع اللقاءات كانت لقاءات جد إيجابية، لقاءات كانت مسؤولة وجادة، واللي فضات اللي توقيع واحد البروتوكول اتفاق اللي اعتبرنا اتفاق اللي ديال 7 يونيو 2022 اللي اعتبرنا احنا داخل التنسيق النقابي الخماسي هو خارطة الطريق فيما يخص تدبير شؤون ديال الموارد البشرية على مستوى مدينة الرباط، إلا أن ما أثير مؤخرا فيما يخص هو واحد النقطة اللي داخل ضمن في البروتوكول اتفاق هي تسويه ديال واحد التعويض اللي يسمى بالتعويض على الاعمال الشاقه والملوثه للتي بي اس، واللي مضمنها داخل الاتفاق. تنتفاجئوا بان الان لان يعني باقي لحد الساعه انه مازال ما تصرفش، ولا سيما تتزامن مع عيد الاضحى وتتعرفوا الاكراهات والمشاكل الان في الوضع العام والمشاكل اللي كاينه.